استقبل المهندس محمد محمود الجبوري مدير معي محافظة صلاح الدين منظمتين دوليتين متخصصتان بالمشاريع الخدمية، وتمت مناقشة القضايا التي تتعلق بتطوير خدمات الماء الصالح للشرب. المهندس محمود الجبوري أعلن الاتفاق مع المنظمتين على توسعة مجمع ماء القادسية في قضاء تكريت وإعادة تأهيله وبناء أحواض وشبكات للمياه كي يغطي احتياجات حي القادسية من المياه الصالحة للشرب. وأشار الجبوري إلى أنه بحث مع المنظمتين المواضيع الخاصة بالمشاريع العامة وتجهيز مواد التصفية والتعقيم التي تخص مجمعات الماء.